شاهدنا وتابعي الجمهوريه اونلاين والمسا، اهلا بيكم في لايف جديد. كوكسالي المصري معانا هنا في المعادي. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله. ايه الاخبار؟ مية والله الحمد لله. مبسوط والله جدا جدا جدا، بحبكم جدا جدا. قول كلمه لجمهورك. بحبك جدا جدا يا جمهور، بحبكم جدا جدا، متشكل على الفرحه دي، بحبهم جدا جدا جدا، بحبهم او مبسوط جدا جدا الفرحه دي، بحبها جدا جدا. واحنا بنحبك احنا كمان والله. انا مبسوط جدا جدا ومبسوطين بيك احنا كمان. بحبهم او والله مبسوط جدا جدا اللي انتوا تحيه ليكم، وبحبكم جدا جدا ومبسوط جدا، مبسوط جدا والله، مبسوط قوي. يا جماعه النهارده من خلال مطعم فيش غلك مع الاونر استاذ محمد في زهران المعالي، طبعا كوكسل معانا النهارده مطلوب بالاسم عشان يعمل موضوع او رساله نرد بيها على العالم كله، ان الموضوع غير المواضيع خالص. استاذ محمد يقول لنا كلمه قبل ما نخش كده المطعم. استاذ محمد مساء الخير. عاوزين نعرف استقبالك لكوكسل المصري احمد فارس. احنا بنشجع البلدي وده ابن بلدي، واللي فات كفته واللي جاي جمبري. يلا يا نجم، يلا يا جماعه علاد عشان كانوا اتفضلوا. اهلا وسهلا. كوكسل المصري اهوت داخل المطعم وبيسلم على الناس وبيبتسم، لا متعصب ولا متنرفز. خد ولا لا؟ خد يا كوكسل. بتحب السمك ولا لا؟ السمك اهو. السمك ولا الكف؟ انا بحب السمك، بحبه جدا جدا. السمك وجمبري وبتاع وجواب عشان تتغدى، عشان تاكل وتتغدى. فين العروسه ولا التفاشه كتير ولا حاجه؟ دي بتاعتك، استنى بقى. نفس الطول اهو. احمد قوي بيلعب ضغط ورياضه، بحب نعمل ربنا كلها 30 ضغط، بحبها جدا جدا. دلوقتي يا رساله للناس، بحب الناس. ياكلوا سمك فين؟ ياكلوا سمك فش غلك. فش غلك. هو عامل ازاي؟ فش غلك. هات له منديل يا محمود. كوكسل انت جاي فش غلك، تفش غلك في السمك ولا في كوكسل التركي؟ لا انا جاي كده اعمل العضلات. تحب الاسماك انت؟ بحب السيفود. بحب اللي انت اتكلم. طيب بص ده ايه ده؟ الله. تعبين ولا دي بقى تعبين البحر؟ نشان من الانسان بس. حلوه حلوه قوي صح؟ الحمد لله الحمد لله. شفت بقى الحوت ده؟ فين الحوت ده؟ ده بتاعك انت. لا لا الله اكبر، الله اكبر. صلوا على النبي يا جماعه، صلوا على النبي، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. صلوا على النبي. استنى كده، استنى فين اهو 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 جماعه، هو ده كوكسل المصري. عايزين ندعم كوكسل ابن بلدنا يبقى ملك الاعلانات في مصر. ده فندم ملك الاعلانات ابن بلدنا في مصر. انا عاوز اقول لك ان الدنيا كلها بتدعم كوكسل المصري، ودليل على كده معانا مستر محمد في فش غلف، وان شاء الله يبقى ملك الاعلانات في مصر ابن بلدنا، ولازم ندعمه. والدليل على كده وجود الترندات بتاعتنا شكلها دي. قلبك وخد حناني يا ريحني جنبك وهلا وسهلاني، ولا انت قلبك في حد تاني؟ اديني قلبك وخدي قلبي، اديني قلبك وخدي قلبي، طول عمري قلبك ده غلى علينا، ويا ما رحنا معاك وجينا، وشلنا حبك في وش عينينا. حبيبي ولا 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 حبيبي. حب الناس ده، حب الناس وكل ده، حب الناس. انا عاوز لنا سمكه قبل الاكل، عايزك لما تنزل تشيل الفلوكه بقى بحالك. ماشي. لا احنا جايبين حماده السجيني كمان. احنا برضه عاوزين نعرف سر دعمك للكوكسل المصري يا اسلام براء. النجم حماده السجيني، موضوع الشيل برضه احنا عاملين موضوع جميل. تعالى يا عم حماده، ترند مصر طبعا حماده السجيني. بيشيل السلم والكنبه وهيعمل موضوع مع الراجل ده. طبعا استاذناه ان هو يتشال، وهنعمل موضوع كبير كبير كبير. سر دعمك انت بقى لكوكسل المصري، سر دعم الرساله تقول بيها ايه؟ هو احنا كلنا بندعم كوكسل، مش انا بس. او سر دعمي، انا اخترت النهارده ان الراجل ده اخليه متواجد هنا مع الاستاذ محمد اخويا، بعيد عن اي حاجه. وطبعا تعبت معايا عم شعبان واستاذ عاطف. سر الدعم ان انا عايز اوصل رساله للعالم كله من خلال البث المباشر النهارده، ان يا جماعه احنا ما بنسميش لا اماكن ولا اشخاص، بس ابن بلدنا
الدعم كله ليه كابن بلد، ليه أولوية. الراجل بتاعنا بيصلي وبيلعب رياضة وكل أكل ربنا بالنسبة له نعمة ربنا، بيأكل كل حاجة وبيحب جميع أنواع الأكل. وبقول لك كل أنواع الأكل بالنسبة لنا نعمة الحمد لله، على حاجة ولا على حد ولا بنسيء لحد ولا أي حاجة من تعالي برضه، مفيش موضوع التعالي ولا ده ولا ده ولا ده، بعيد عن الشهرة يعني. وليكن ربنا ممكن يكون مدي واحد ايا كان حاجه معينه ناقص في حاجه فبعوضه في حاجه، فالراجل ده كلنا ندعمه. بس يلا نطلع فوق يلا وبعدين نكمل. يلا يلا يا كوكس تعالى يا كوكس. نعم يا حبيبي. طبعا حضراتكم زي ما انتم شايفين كوكسة المصري قمة في التواضع والأدب والاحترام، بيسلم على الناس كلها وبيهزر مع الناس كلها. بلدنا بقى كوكسة المصري مش كوكسة التركي. أعزائي مشاهدي ومتابعي جمهورية أونلاين، زي ما انتم شايفين كوكسال النسخة المصرية الجميلة المتواضعة السهلة البسيطة، زي ما انتم شايفين. ايوه يا استاذ محمد اشرح لنا. دي حاجه بسيطه كده، ده عباره عن كفته جمبري. دي لسه شفنا شرب ولا شفنا اكل؟ احنا عايزين موضوع تاني. الشرب نزلت نزلت ورجعت 50 مره. دي كفته جمبري، ده يعتبر صنف بورسعيدي، ودي سيبيا مقليه اللي انتوا بتقولوا عليها هنا صبيط، ده فيليه، ده جمبري يخلي كوكسه المفتري. بس ما تفتريش على الناس. لا 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 شوفوا بعد الاكل عنده باور ضغط شديد. كوكسه الاصلي ضحكته جميله، بيتعامل مع كل الناس بلطف، صح كده؟ بيصلي وده او بيصلي ما شاء الله، ربنا يبارك له يا رب ان شاء الله. انا مش عارف انا زود انا مش الله عليك يا استاذ. نادي ما لمح ولا شكل الشك ولا انا بص روحي فجاه لقيتني كبرت فجاه كبرت، تعبت من المفاجاه ونزلت دمعتي. الله 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 حمودة. ده النجم سامة حمودة، وتحية للوحش عباس حمودة. الوحش عبد الباسط حمودة بحبه من الدنيا. كل عشان تبقى وحش. ماشي وحش. يلا جماعة المكان مكانكم، خدوا راحتكم ومنورنا ان شاء الله. يا جماعة بعد الاكل ان شاء الله كده نتبسط ونرجع لكم على الاكل. كمل حبة كمان، كمل حبة كمان. محمد احنا معاك جمهوريه اونلاين، تحب تقول ايه؟ اهلا وسهلا. شاب جميل شاب جميل، ولازم النماذج اللي زيه ندعمها، ان هو حابب ان هو يظهر باخلاقه الجميله وبوشه البشوش وضحكته الجميله دي، فطبعا احنا مشجع ولاد بلدنا
احنا ناس مش بنشتغل غير في البلدي ولازم نقدمه لاولاد بلدي. فده ابن بلدي، كل الدعم ليه وكل الشباب اللي زيه احنا بنحترمهم وبنقدرهم ونتمنى نشوفهم اشهر ناس في العالم كله يعني ان شاء الله. اشكرك طبعا على استضافتك. لا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ده فعلا النموذج المصري. ده مكانكم. وعلى فكره احنا بورسعيديه عاوزين نعرف بقى، عاوزين نعرف ايه في الشغلك. في الشغلك دي انت بتشغلك من مين؟ في الشغلك معناه ايه؟ بس بص بقى، في شغلك في الفش معناه ايه؟ لا هو الفش بيبقى سبورت عشان تفش غلك يعني. ده معناه ان انت بتطلع غضبك او يعني بتعمل اي حاجة تخليك هادي يعني. تمام. اعزائنا المتابعين ان شاء الله نرجع لكم بنص ساعة. هنسيبك تاكل طبعا وبعد كده نتكلم معاك تاني. ماشي. خلاص ماشي. تمر كل جمهورك استنوني. يلا عم عاطف. يلا عم. يلا يلا مين اللي هيقف في الشجره؟ انت انت اقرب واحد ليها، احنا حطينا قدام. يلا الجمبري عالي شويه. بص ادي الجمبري اهو. الجمبري اللي هيعمل ايه؟ يخلي كوكسل ايه؟ استنى ايدك كده وراك كل حاجه. يلا يا جماعه. حاضر حاضر. يلا يا محمد عايزين عيش. سيبوا حاجات من ايش يا جماعه؟ الرز اهو، الصواني دي فيها رز. عايزين اطباق بعد اللايف. تابعونا وان شاء الله هنطلع برضو خلال دقائق مع كوكسل تاني، وفي مفاجآت تانية كتير ان شاء الله. خليكم معانا ان شاء الله في لايف جديد. يلا يا جماعه.